ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذا المحضر الفيدرالي الأمريكي كان واضحا فيما يتعلق البيانات الاقتصادية وكيف تؤثر على مسار القرارات المتخذة من الفيدرالي، ما هي أبرز يعني ما جاء بمحضر الفيدرالي وكيف أثر على الدولار في تعاملات الأسواق؟ صباح الخير. شهدنا يوم أمس بالفعل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تم فيه تأكيد عزم الفيدرالي الاستمرار بسياسة رفع أسعار الفائدة أي التشديد النقدي، وهذا من أجل إعادة معدلات التضخم للمستوى المرغوب بها عند 2%. لكن يبدو بأن الفيدرالي الأمريكي ما زال يتوقع بأن تبقى معدلات التضخم مرتفعة جدا لفترة طويلة قبل أن تعاود انخفاضها في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف، وبالتالي أصبح المتداولون يتوقعون مزيدا من الرفع بالفائدة. لكن في نفس الوقت هنالك موضوع مهم هو مقدار الرفع بالفائدة، حيث أن الأسواق الآن تتوقع أن لا يكون الفيدرالي بنفس التجديد بقفزات فائدة كبيرة جدا تصل إلى 75 نقطة أساس، بل بحسب مجموعة CME نرى حاليا بأن توقعات الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 50 نقطة أساس. محضر اجتماع الفيدرالي لوحده كان قد يضعف الدولار الأمريكي قليلا، لكن لاحظنا يوم أمس وهذا اليوم ارتفاع في الدولار الأمريكي، والارتفاع في الدولار الأمريكي سببه طلب الدولار لتصفية المراكز المالية من أسواق العائد المرتفع إلى جانب طلبه كملاذ آمن. لاحظنا يوم أمس انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية، هذا اليوم أيضا أسواق الأسهم الآسيوية تنخفض، أسعار السلع أيضا تنخفض، كل هذا يؤدي إلى توجه المستثمرين إلى طلب الدولار الأمريكي، والذي يعتبر حاليا كعملة تصفية مراكز مالية. فحيث نرى في هذه اللحظات الارتفاع في الدولار الأمريكي، فقد يستمر هذا الارتفاع مع انتظارنا هذا اليوم لعدة بيانات اقتصادية قد تكون مهمة، تشمل مؤشر فيلادلفيا أو ولاية فيلادلفيا التصنيعي إلى جانب طلبات الإعانة الأسبوعية. وهذه البيانات في العادة تؤثر على الدولار الأمريكي الذي أتوقع أن يبقى بعض الشيء قوي. نعم، إذن هذه القوة التي اكتسبها الدولار تحديدا بعد محضر الفيدرالي الأمريكي كيف أثر على اليورو؟ لاحظنا يعني هنالك ارتفاع طفيف في أداء اليورو بعد إعلان ألمانيا استغنائها الكامل عن الطاقة الروسية، وتحرك واضح كان في العملة الأوروبية، هل يعني استفادت أيضا في ظل هذه الظروف، وكيف يؤثر عليها الدولار في ظل هذه القوة أيضا؟ بالفعل حاول يوم أمس اليورو الارتفاع، وعلى مدى هذا الأسبوع حاول الارتفاع، لكن نلاحظ بأن اليورو يتأثر وبشكل كبير من توقعات التباطؤ الاقتصادي، بل وتوقعات انكماش اقتصاد عدة دول في منطقة اليورو. إلى جانب ذلك قوة الدولار النسبية تمنع اليورو في الاستمرار بارتفاعه، حيث لاحظنا هذا الأسبوع انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار من دولار وسنتان أمريكيان، لنراه حاليا يتداول عند دولار وسنت أمريكي واحد. هنا الارتباط الأساسي هو بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لأسعار الفائدة وتوقعات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. البنك المركزي الأوروبي من المرجح فعليا أن يرفع الفائدة للحد من معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في منطقة اليورو. لكن حتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة، فمن غير المتوقع أن تكون برفعات كبيرة كما قام بها الفيدرالي الأمريكي، وليس كسلسلة متوقعة من الفيدرالي الأمريكي على مدى هذه السنة. فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس كحد أقصى، بينما الفيدرالي الأمريكي 50 نقطة كاملة متوقعة الشهر المقبل و25 نقطة أساس متوقعة خلال الاجتماعان اللاحقان. وبالتالي قد يبقى اليورو لبعض الوقت تحت ضغط هابط، لكن هنالك مستوى الحاجز النفسي أو نقطة التعادل عند دولار لكل يورو، وهذه النقطة تعتبر دعم فني بالنسبة لليورو. لذلك إذا ثبت هذا الدعم فربما سنشهد مزيد من المحاولات للتصحيح الصاعد على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد أعتقد بأن اليورو ما يزال تحت ضغوط سلبية هابطة أمام الدولار. نعم، أيضا سركيسي لاحظنا العملات السلعية تواصل حالة من التراجعات، إذا ما تحدثنا أيضا عن الين الياباني الذي واصل يعني البنك المركزي الياباني سياسته التيسيرية في ظل هذه يعني المعطيات والتخوفات في الأسواق، يعني هل تتوقع استمرار حالة التراجع لهذه العملات؟
الآن بالنسبة للعملات المرتبطة بالسلع أو بالنمو الاقتصادي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي تتعرض بالفعل لضغوط سلبية كبيرة جدا مرتبطة بتوقعات تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي تقوده الصين، حيث صدرت بيانات اقتصادية خلال الفترة الماضية من الصين أثبتت تباطؤ حاد في الاقتصاد بعدما انكمش الاقتصاد ب 2.6% خلال الربع الماضي من هذه السنة. هذا التباطؤ يضغط على تلك العملات مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. أما بالنسبة للين الياباني فنشهد ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وهذا الارتفاع مصدره قوة الدولار وتوقعات أن تتزايد الفروقات بين أسعار الفائدة الأمريكية مقابل مثيلتها في بنك اليابان المركزي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.